مرحبا، مونتنا لليوم هي كبيس الملفوف مع الشمندر. نحن بحاجة لمي، ملح خشن، ملعقة خل، رشة سكر وثوم لنكه الكبيس، والبيضة لتفويشة الملح. فاشة البيضة عرفنا انه كمية المي والملح هي ظابطة للكبيسات. رح نقطع الشمندر والثوم بهاي الطريقة. الثوم لازم يكون بقشره. منعبي الملفوف طبقة، شمندر طبقة، ثوم طبقة، نرجع ملفوف مقطع، شمندر مقطع، وثوم مقطع، هيك لينتلي المرطبان لفوق. هلا بدنا نحط المي والملح اللي دوبناها. منسكر المرطبان منيح، منتأكد انه تسكر منيح، ومنطبه لنسحب الهواء منه. وهيك بيكون جاهز كبيس الملفوف مع الشمندر وساحتين من كيتشينت.